بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. طلبة طلبات المرحلة الثانوية العامة، طلاب الصف الثالث تحديدا، إن شاء الله النهاردة بإذن الله في حلقة جديدة مع حلقات قناة مستر يسري عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة نتناول فيديو من فيديوهات المراجعة على قصة ذا بريزنر أوف زندا للصف الثالث الثانوي، وإن شاء الله النهاردة هنتناول بالشرح والتحليل حل أسئلة الوزارة اللي نزلتها على القصة. الحل إن شاء الله هيتناول مجموعة من التشابترز اللي هي من 1 لـ 6، وده المقرر عليك السنة دي في 2020. هنبدأ إن شاء الله بتشابتر 1، وهنجيب أهم الأسئلة اللي طرحتها الوزارة للأسئلة على هذه التشابترز. هنبدأ في هذا الفيديو، وهو الفيديو الأول. روز ده تشابتر 1، ذا بريزنر أوف زندا. روز بليمد راسندل فور. روز كانت بتلوم على راسندل إيه؟ يا ترى نوت رايتنج أ بوك أون روتانيا، ولا نوت ترافلينج تو روتانيا، ولا not working، ولا speaking proudly about his wealthy family. طبعا اللي كانت بتلوم بيه روز على راسن اللي هو not working. not working اللي هي الاجابه سي، لان اللوم مشكله روز كانت مع راسن ان هو ليس لديه عمل. راسن didn't work because he، وراسن ما كانش بيشتغل ليه؟ يا ترى had enough money to do anything، عنده المال الكافي يعمل اللي هو عايزه. didn't find a great job، ولا wanted to replace the king of Britannia. didn't want to work in an embassy in Europe. الإجابة الصحيحة هي had enough money to do anything، اعتقاد عنده أنه عنده المال الكافي اللي يعمل بيه اللي هو عايزه، فخلاص هو مش في حاجة إلى عمل. روبرت ده أخ لراسندل. روبرت was، كان إيه روبرت ده؟ روبرت was a duke in Britannia، دوق في روتانيا، ولا a lord in England، لورد في إنجلترا، ولا one of the duke's men، واحد من رجال الدوق، ولا وان اوف ذا كينجز جاردز، واحد من حراس الملك. طبعا روبرت ده كان اخو راسندل، وكان تحديدا لورد ان انجلاند، لورد في مدينه جوه انجلترا. في السؤال الرابع، جاي فراغ وركس ان ان امباسي ان فرانس، مين اللي شغال في السفاره الفرنسيه؟ يا ترى انطوانيت دو مونبان، ولا بيرت راند وده واحد من اصدقاء راسندل، ولا وان اوف ذا ديوكس مين، فريدز فون ترلينهام، ولا جورج فيدرلي. طبعا اللي كان شغال في السفاره هو جورج، لان بيرترام كان صحفي. في السؤال الخامس، ان ذا ان، في الفندق الصغير او الحانه، جوهان توك اوف هيز هات اند ستيبد باك ان سربرايز. لما ايه اللي حصل؟ as he saw a member of the royal family، ولا when he saw Rassendyll، ولا because he saw the real king، ولا because he saw the duke of Stirlisau. طبعا اللي حصل مع جوهان انه رفع القبعة في نوع من المفاجأة when he saw Rassendyll، اللي هي الإجابة B. ننتقل للسؤال اللي بعده، وهو السؤال رقم 6 في الأسئلة اللي على تشابتر 1، ودي أهم الأسئلة اللي جاية على تشابتر 1. في السؤال رقم 6 تشوز، طبعا بنفكرك إن القصة عليها 7 درجات، 4 أسئلة على تشوز وثلاث أسئلة على السؤالين كريتيكال ثينكينج، فأنت 7 درجات من حاجة كل اللي فيها ترفيه. راسندل didn't take the train to Stirlisau because، راسندل didn't take the train to Stirlisau because، هو ليه راسندل ما خدش القطر اللي رايح مدينة Stirlisau؟ يا ترى he had to avoid meeting Antoinette عشان يتجنب مقابلة أنتوانيت دي موبان، ولا wanted to have dinner with the king عشان يتناول العشاء مع الملك، ولا he had to return to the inn لازم يرجع الحانة، ولا he fell asleep in the forest لا هو فات القطر لانه نام. he fell asleep in the forest الاجابة دي. في السؤال السابع، what did Rassendyll dream about while he was lying against one of the enormous trees in the forest؟ ايه اللي حلم بيه Rassendyll لما كان متكئ او مريح على واحدة من الشجرات؟ he dreamed about، هو كان بيحلم بإيه؟ هو كان بيحلم الإجابة الأولانية living in the castle of Zinda، ولا catching the train يلحق القطر، ولا returning to England إنه يرجع لإنجلترا، ولا seeing the coronation نشوف التتويج. طبعاً الحاجة اللي كان حلم بيها راسندل هي the castle of Zinda، قلعة زندا، ودي الإجابة إيه؟ 8. What did Rassendyll promise to do؟ إيه اللي وعد بيه راسندل؟ طبعاً هنا بيقصد اللي وعد بيه راسندل عائلته وهو ماشي. يا ترى he promised to write a book، وعدهم ان هو يكتب كتاب، ولا he promised not to work with Sir Jacob، ولا وعد انه ما يشتغلش مع السير جاكوب اللي هيبقى سفير بعد شويه،
Well, he promised to travel to Ritania. وعد انه يسافر لريتانيا. Well, he promised to make use of his position. انه يستغل مكانته. لا طبعا اللي وعد راسن بيه وهو بيقول لهم انا مسافر. He promised to write a book. اللي هي الإجابة A. تسعة راسندل and the king have the same. راسندل والملك عندهم نفس ايه؟ يا ترى ناشوناليتي جنسية؟ personality الشخصية ولا faces الوجوه ولا swords السيوف؟ السيوف طبعا لا طبعا عندهم هما الاثنين كان عندهم نفس الفيسز. في الجملة رقم 10 the poor people in Ritania الفقراء اللي موجودين في مدينة ريتانيا wanted Michael to be their king because عايزين مايكل هو يبقى الملك. ليه؟ يا ترى he was the elder brother عشان هو الأخ الأكبر ولا he was the younger brother ولا عشان الأخ الأصغر ولا he cared about them كان بيهتم بيهم ولا he gave them money كان بيعطيهم المال. الإجابة طبعا هي C لأن مايكل كان مهتم بالناس دي لأن زي ما قلنا his mother wasn't a royal one أمه ما كانش من العيلة المالكة وبالتالي هو وبالتالي ما كانش ينفع إنه يبقى ملك من غير ما يرجع لي من غير ما يكون عنده حاجه ان هو يتزوج من الاميره فلافيا علشان يبقى ملك. نروح للسؤال رقم 10 اللي هو بيقول who did the poor people او who did the poor want to be their king and why هم عايزين مين يبقى الملك بتاعهم جماعه الفقراء عايزين مين يبقى الملك بتاعهم. هنقول they wanted على هم عايزين مين ده يا ترى رودولف ألفبرش as he was the elder brother عايزين رودولف لأنه هو الأخ الأكبر ولا ديوك مايكل as he was the younger brother لأنه كان الأخ الأصغر ولا ديوك مايكل as he cared about them ولا رودولف ألفبرش as he cared about them. طبعا اللي كان بيهتم بالفقراء هو ديوك مايكل وليس الملك. طيب what is your opinion of Rose؟ الأسئلة اللي احنا جاية دي المجموعة اللي جاية طبعا هجيب لك 8 أسئلة ومش أنا اللي جايب معلش ده اللي جايب الوزارة مش أنا مش الأسئلة دي مش أسئلة مستر يوسف عزت لا الأسئلة دي أسئلة الوزارة بتقول لك what is your opinion of Rose؟ طبعا بتفكرني الأسئلة دي اسمها أسئلة critical thinking أسئلة للتفكير الناقد يعني نطلب من حضرتك رأي حضرتك في الموضوع. لما أقول لك إيه رأيك في روز؟ هنقول I think Rose was a great woman. She cared a lot about her brother-in-law. brother-in-law معناها أخ في القانون اللي هو بيقولوا عليها اخو جوزها يعني تمام رودولف راسندل. She wanted him to do something useful in life and because of this she was blaming him for not having a work تمام. طيب بدأ رأينا في روز انها كانت ست جريت عظيمة. Do you think that راسندل was right not to work why not؟ رأيك كيف ان راسندل ما كانش عنده وظيفة هل هو كان محق؟ طبعا no راسندل wasn't right. ليه بقى wasn't right because everyone should have a job even you have too much money you should have a job okay work is very important whether the person is rich or not. دي نقطة مهمة جدا لازم حضرتك تكون عارف. If you were Rose لو انت كنت روز would you persuade Rasendil to have a job هل انت كنت هتقنع Rasendil انه يحصل وظيفة why not؟ هنقول yes I would. ليه؟ لان قلنا it is good to advise others who do not work to do something useful in life لان من المهم جدا ان احنا ننصح الناس اللي ما عندهاش وظيفه انها كلها عمل. في السؤال الرابع do you agree that waiting that writing a book is a good way to get into politics why not هل تعتقد اني او بيسالك عن انت موافق ان كتابه كتاب او تاليف كتاب فعلا هو طريقه جيده للدخول في مجال السياسه. هنقول yes. ليه بقى؟ I agree because when you write a book people get to know you and you could become a famous person and then it would be easy for you to get into politics. الواحد لما ألف كتاب في مجال معين أو السياسة تحديدا بيديك فرصة إن الناس تقدر تتعرف عليك وتعرف يعني سهل جدا إن هم بعد شوية ينتخبوك. تعال نروح للسؤال رقم 5 بيقول why do you think that Rasendil annoyed Rose when he spoke proudly about his family. هي ليه روز شعرت بالضيق او بالاضجار لما او اتضايقت لما راسندل كان بيتكلم عن عيلته بطريقه يعني فيها تفاخر. هنقول روز was annoyed because her family were rich but less important than the Rasendils. المشكله في ايه؟ صحيح هي عيلتها هم وابناء عم صحيح هي عيلتها غنيه لكن مش في نفس المكانه تمام عيلتها ماشي كانت غنية لكنها ليست في نفس المكانة بتاعت عائلة راسندل أو الجزء اللي منه راسندل هم أبناء عم لكن الجزء اللي منه راسندل كان عنده المال وعنده
كمان المكانة. Do you think، في سؤال رقم 6، Do you think that having a lot of money is a good reason not to have a job? Why why not؟ والسؤال ده احنا سبق وجاوبنا عنه، قلنا No I don't think so or I don't agree that having a lot of money is a good reason not to have a job because everyone should have a job even he was the richest person in the world. السؤال السابع، Do you think that the innkeeper's daughter was right to have a different opinion of the king? Why why not؟ هل تعتقد ان الابنة كان لها حق انها يكون رأي مختلف عن طبعا في الملك؟ وليه 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 لا؟ طبعا هنقول she was right to have a different opinion، عندها الحق انها يكون لها رأي مختلف. ليه بقى؟ Because she didn't like Duke Michael. البنت مش راضية عن الدوق، مش راضية عن أدائه، تمام؟ وفي حاجة تانية ممكن نقول perhaps she supported the king because Johan told her something about Michael's crimes. ممكن يكون جوهان قال لها، أو جوهان طبعا قال لهم حاجات عن الأشرار بتاعة الدوق فده خلاهم مش بيحبوه. عفوا. السؤال رقم 8، واحنا ما زلنا مع تشابتر 1 بنناقش أهم الأسئلة في The Prison of Zinda. If you were Rassendel، لو أنت كنت Rassendel، would you insist on seeing the coronation؟ هل أنت كنت هتصر على إن أنت تشوف التتويج؟ طبعا احنا بنتذكر إن لما تقابل Rassendel مع الملك وعزمه إن هو يروح معاه التتويج، كان فريدز وسبت لهم رأي مختلف. هما الاثنين رفضوا ان هما ان راسندل يروح يحضر التتويج، واحنا قلنا ان ده ممكن كان يسبب مشكله للملك مع اخوه مايكل. طبعا لا انا مش هصر، نو اي وودنت دو ذات، انا مش هصر ان انا احضر التتويج. ليه بقى؟ بيكوز ستينج ان انجلاند وود بي يوسفول فور مي مور ذان اتندنج ذا كورنيشن. بنأكد على حاجه احنا قلناها قبل كده واحنا بنحل النموذج الاسترشادي في الامتحان، قلت لك لما يقول لك اف يو وير فلان، اول ما يقول لك اف يو وير فلان اعمل اللي عمله فلان في القصه بالظبط، تمام؟ راسندل ما اثرش محضر التتويج، لا بالعكس ده هو مشي ورجع لبلده وما يعني سوري هو ما اثرش محضر التتويج لما رفض، لما الملك عرض عليه وسابته فريدز قالوا له لا، الراجل ما قالش لا، قال خلاص انا هرجع لبلدي واكتفى بان هو يحضر وجبه العشاء، لكن جرت المقادير بما لم يكن يتوقعه راسندل. تعال نروح للفصل الثاني في تشابتر 2 مع ذا بريزنر اوف زيندا ونشوف اهم اسئله تشوز اللي جايه عليه. بنفكر ان دي اسئله الوزاره مش اسئله مستر يسري عز. راسندل هوبت ذا كينج واز نوت انجري بيكوز، راسندل كان بيتمنى ان الملك ما كانش غاضب. ليه؟ ما كانش غاضب ليه؟ يا ترى he came to Britannia without being invited to the coronation، انه جاء بدون عزومه، ولا he looked exactly like the king علشان هو شبهه، عشان راسندل شبه الملك. هي طبعا لما تقابله بيتكلمك هنا، لاحظت راسندل والملك لما تقابله مع اخر الفصل الاول راسندل كان بيقول له اتمنى ان حضرتك ما تكونش متضايق. طب ليه مش متضايق يا ترى؟ علشان he planned to accompany the king to the hunting lodge، تمام؟ انه كان بيخطط بلاند، هي كان بيخطط انه يصطحب الملك للهانتنج لودج، ولا هي ريفيوز ذا كينجز انفيتيشن تو دينر علشان رفض عزومه الملك على العشاء؟ لا طبعا هو كان الاجابه بي، هي لوكد اكزاكت لايك ذا كينج، كان بيقول له يا رب يا جلاله الملك ما تكونش زعلان ان شبهك، لان ممكن الملك يكون زعل. طبعا نروح للكويستشن بعد، تشوز ويتش ستيتمنت از كوريكت، اي عباره من هذه العبارات الاتيه صحيحه. خلي بالك ممكن يخدعك يقول لك اي عباره خطا، لكن هو بيقول ايه؟ مين هي العباره الصحيحه في دول؟ العبارة ايه نقراها؟ neither Fred's nor Sapp، يعني لا ده ولا ده، neither Fred's nor Sapp، لا Fred's ولا Sapp opposed the king's opinion، عرضوا رأي الملك تقول له راس انه راس اللي يحضر التتويج، ولا both Fred's and Sapp opposed، كلاهما عارض، ولا Fred's opposed لوحده ولا Sapp opposed لوحده؟ لا طبعا الاثنين عارضوا، للإجابة ب. ثلاثة، The hunting lodge belonging to، ال hunting lodge اللي هو كوخ الصيد بتاع مين؟ يا ترى ديوك مايكل ولا the king الملك ولا برنسيس فلافيا ولا the innkeeper؟ طبعا ال hunting lodge بتاع الدوق، لان زنده كلها تعتبر a property for the duke michael. Fritz and Zapt didn't eat much at dinner because، ما كلوش ليه؟ هما الاثنين ما كلوش ليه؟ يا ترى they were shy، كانوا خجولين، ولا there was not enough food، ما كانش في اكل يكفي؟ لا ده الترابيزه كانت مليانه خير يا حبيبي. They would do an important task in the next morning، عندهم حاجه مهمه جدا هيعملوها في اليوم اللي جاي. They had to avoid being poisoned، خايفين من التسمم. طبعا الاجابه الصحيحه هي C.
تعال نروح لنقطه 5 which statement is correct بنفكرك ايه العباره في الجدوله اللي جايه هي الصحيحه يا ترى the unconscious king unconscious معناها فاقد الوعي تمام whose face was red was lying in bed اللي وشه كان احمر كان موجود في السرير بتاعه ولا the unconscious king whose face was red was lying on the floor كان يعني ملقح على الارضيه ولا ده conscious conscious معناها واعي king whose face was red was lying in his bed كان في سريره ولا the conscious king whose face was red كان موجود على الفلور طبعا الاجابه الصحيحه هي B the unconscious معناها الفاقد للوعي 6 which statement is correct برضه بقول لك انهي عباره في دول هي العباره الصحيحه راسندل found the king asleep in his bed راسندل لقى الملك نايم في سريره راسندل found the king asleep on the floor نايم على الارض راسندل found the king awake in bed صاحي في سريره ولا راسندل found the king awake on the floor طبعا الملك كان على الارض في الاجابه بي راسندل found the king asleep on the floor طبعا هنا asleep مش المعنى الحرفي انه كان نايم لا المقصود بيها انه كان مستلقي او فاقد الوعي بتاعه وموجود على الارض تعال نروح للجمله رقم 7 على تشابتر 2 بنفكرك ان احنا على تشابتر 2 وبنفكرك ان دي اسئله الوزاره مش اسئله مستر يسري عزت ذات ماله ذات ايه في العبارات اللي جايه ذات ايه في العبارات اللي جايه يا ترى سجست تيلينج ذا بيبل ذات راسندل واز ال طرح انه يقول للناس ان راسندل كان مريض طبعا راسندل كده خلاص احنا اتفقنا انه هيلعب دور الملك insisted that Rasendil should leave for England اصر ان راسندل يمشي ويسيب البلد ولا wanted Duke Michael to be the king عايز الدوق يبقى هو الملك ولا asked Rasendil to replace the king طبعا طلب من راسندل انه يكون بديلا للملك في التتويج 8 السؤال الثامن why did Rasendil agree to replace the king in the coronation ليش راسندل وافق على ان هو يكون بديل للملك في حفل التتويج to be king forever نفسه يبقى ملك الابد ولا to prevent Zapt from taking the crown علشان يمنع سابت من هو ياخد العرش التاج ولا to prevent Duke Michael from taking the crown طبعا علشان يمنع الدوق مايكل من هو ياخد التاج في سؤال رقم 9 بيقول لك because Johann's mother overheard Zapt's plan Johann's mother تنصتت سمعت overheard يعني سمعت الخطة بتاعتهم ايه اللي حصل the king had to change the route الملك غير الطريق ولا she was locked in the cellar with the king تم حبسها مع الملك في القبو ولا فريدز كيلد هير فريدز قتلها ولا she was kidnapped اتخطفت طبعا الاجابه الصحيحه هي بي تم احتجازها مع الملك في نفس الغرفه جوهانز ماذر ام جوهان مالها طبعا جوهان هو ومامته كانوا خدم عند ديوك مايكل بنفكرك بالحكايه دي جوهانز ماذر مالها prepared the king's clothes كانت جاهز هدوم الملك ولا was an important person in the country كانت شخصية مهمة ولا was a servant of the duke طبعا كانت servant كانت خادمة عند الدوق في الإجابة C الحادي عشر على الفصل الثاني what did Zapt suggest doing after the king had become unconscious اللي اقترحه Zapt بعد أن أصبح الملك فاقدا للوعي لأن طبعا الملك لما أكل من الكيكة المسمومة أصبح فاقد للوعي لما أصبح فاقد للوعي إيه الاقتراح بتاع Zapt إيه الاقتراح بتاع Zapt يا ترى returning to the capital العودة إلى العاصمة without the king بدون ملك ولا fetching a doctor نجيب له دكتور ولا arresting Duke Michael القبض على الدوق ولا telling people the truth ولا telling people the truth إن إحنا نقول إن هو يقول الحقيقة في الجملة رقم 11 طبعا هنا كان بيفكر سابت في إحضار طبيب للملك فيتشنج دكتور ان هم يجيبوا طبيب للملك طبعا الحكايه دي كان اعترض عليها فريدز وقال احنا حتى لو جبنا له 1000 دكتور مش هيقدروا يعملوا له حاجه لان اقرب دكتور ليهم كان على مسافه تقريبا حوالي 15 كيلو نشوف مجموعه الاسئله الكريتيكال ثينكينج على الفصل الثاني وهنبدا بالسؤال الاولاني Do you think that Duke Michael really wanted to do well when he allowed his servant to serve the king? هل فعلا الدوق مايكل كان عايز يأدي أداء حسن لما طلب من الخدم بتوعه إن هم يخدموا على الملك؟ طبعا نو I don't think so أو نو هي didn't لا طبعا هو مش عايز يعمل كده ليه؟ مايكل واز أن إيفل مان لأنه كان راجل شرير هو أونلي wanted to become king كل خطته إنه يبقى إيه؟ إنه يبقى ملك ولذلك بقى he planned to poison his brother so that he could take the crown كان بيفكر إنه يسم أخوه علشان ياخد منه العرش
اتنين، was it a risk for Rassendyll to replace the king? Why why not؟ هل كانت مخاطرة إن راسندل يكون بديل الملك ولا لا؟ Yes. Yes it was a risk. ليه بقى؟ Because if someone realized that he was not the real king, he would be killed or put in prison. لأن لو حد أدرك، لو حد أدرك إنه مش الملك الحقيقي، طبعًا في الحالة ده هي هيكون قتله وارد جدًا، وهيكون التخلص منه شيء طبيعي. ثلاثة، Do you agree that Johan's mother intended to overhear Sapp's plan? Why why not؟ هل تعتقد، بيقول لك انت موافق ان الست ام جوهان تعمدت انها تتنصب على الخطه بتاعتهم؟ بنفكرك بان جوهانز مادر كانت شغاله خادمه عند الدوق، اذا ولاءها لمين؟ ولاءها اللي بيدفع لها فلوس، صح كده؟ يبقى هنقول يس يس يا جرين، تمام؟ انا اعتقد تماما ان هي كان عندها النيه انها تكون بتتنصب. يس اي ثينك. ليه بقى؟ Because she worked for Michael and would surely tell him about Sapp's plan، وكانت هتقول له على الخطة. أربعة، What do you think Sapp or في ناس بتقولها Sapp على فكرة مش مشكلة and Fred didn't kill Johan's mother، ليه ما قتلوهاش؟ Instead of looking here with the king، ليه ما قتلوهاش بدل ما يحتجزوها؟ طبعا هم مش رايحين علشان يقتلوا، هم عايزين ينقذوا الملك، وده كانت أهم حاجة. Sapp and Fred were not murderers، ما كانوش قتلة like Michael and his men ورجاله، كل همهم ان هم more over طبعا علاوه على ذلك it wouldn't have helped the king who was hidden in the cellar of the hunting lodge، ده ما كانش هيكون في صالح الملك اللي مخبيه. في السؤال رقم 5 بيقول لك the king wasn't a careful man، الملك ما كانش حريص. Are you with or against this opinion؟ هل انت مع ولا ضد هذا الرأي؟ طبعا الشيء المؤكد ان فعلا الملك ما كانش حريص. Yes the king Yes I agree that the king wasn't a careful man. ليه؟ او ايه الدليل على كده؟ He wasn't aware that his brother was planning to kill him. ما كانش عنده ما كانش على دراية بان اخوه ممكن يكون بيخطط لقتله. تمام؟ وبما انه ما كانش عنده دراية بان اخوه ممكن يعمل ده، تمام، اخوه استغل بقى his love for food، تمام، اللي ادى الى ان هو يديله البايزنس كيك، اداله الكيكه اللي كانت بايزنت، كانت مسمومه واكلها، وكان اللي حصل له بعد كده. في السؤال رقم 6 بيقول لك which character do you like more Sapp or Fritz and why؟ مين فيهم الشخصيه اللي انت بتحبها اكتر؟ والله هنا ممكن حد يقول لك ايه، والله انا بحب I like Sapp. I myself like Sapp. ليه؟ because Sapp is a wise man. Sapp is a wise man and he is wiser than and smarter than Fritz. طبعا هو اكثر حكمة من فريدز. فريدز كان رجل بنقول عليه احنا رجل مندفع شوية، متهور، تمام، he doesn't think about matters carefully، ما كانش بيفكر في المواضيع باهتمام شوية، هو كان يعني متسابع شوية. تعال نروح للجملة أو السؤال رقم 7. The king believes that food is better than sleep. الملك بيعتقد إن الأكل أحسن من النوم. Do you agree with this opinion؟ هل أنت بتوافق على هذا الرأي؟ طبعًا الناس اللي بتفكر في الأكل أحسن من النوم ده طبعًا دي وجهة نظر خاطئة. I don't agree with this opinion. طبعًا أنا مش موافق على وجهة النظر دي. ليه؟ Sleep is important as food. لأن هما الاتنين مهمين. بس ده ياخد وقت وده ياخد وقت. People should always have enough food as well as enough sleep. انت لازم يكون عندك وقت مناسب تنامه، وقت مناسب علشان تتناول فيه طعام. السؤال الثامن على الفصل الثاني. If you were supposed to replace an important person، لو اتيح لي فرصة انك انت تكون بديل لشخصية مهمة، which information would you ask to know؟ ايه المعلومات اللي انت تحب تعرفها to do such a task؟ المعلومات اللي انت تحب تعرفها عن الشخصية دي علشان تقوم بهذا العمل. طبعا في معلومات مهمة لازم نعرفها، مثلا I would need to know everything about that person، لازم أعرف عنه كل حاجة، تمام؟ I need to know about his likes, dislikes، بيحب إيه، بيكره إيه، friends، أصدقاء، family، عيلته، interests، اهتماماته، and weaknesses، ونقاط ضعفه، وكمان I also need to know about his history، ولازم كمان أعرف تاريخه. يعني إيه تاريخه؟ يعني ده مثلا كان عايش في البلد، كان عايش براها، المحبوب، مكروه، زي طبعا المعلومات اللي راسندل كان مفروض يعرفها عن الملك بانه كان راجل مقضي معظم وقته بره بلده.
تعال ننتقل للفصل الثالث من القصه، وان شاء الله ده هو هيكون الجزء الاخير في هذا الفيديو. هنتناول ان شاء الله تشابتر 3، وهنخلي باقي الفصول ان شاء الله في فيديو اخر عشان ما يبقاش فيه الفيديو ما يبقاش طويل عليك وتزهق من متابعته. الفصل الثالث اهم الاسئله الموجوده فيه على ذا بريزنر زيندا، بنفكرك دي اسئله الوزاره مش اسئله مستر يوسف عزت. راسندل واز وورد بيكوز هي ثوت ذات، راسندل كان قلق ليه؟ وصلنا للفصل الثالث، يعني خلاص بدانا ننفذ خطه استبدال راسندل للملك. ايه اللي كان مخلي راسندل قلق؟ يا ترى دي مارشال وانتد تو تيست هيم، ان المارشال عايز يختبره. طبعا كده بنتكلم واحنا داخلين المدينه القديمه، والمدينه القديمه وعارفين ماذا تأيدها للدوق مايكل والموجود فيها بناس الفقراء اللي بيحبوا الدوق. ولا بي ذا بور وود بي انجري وذ هيم، الفقراء هيزعلوا منه. ولا ذا ديوك وذ ريست هيم، الدوق ممكن يلقي القبض عليه. ولا جوهان وذ ريكوجنايز هيم، ممكن جوهان يتعرف عليه. طبعا راسندل كان قلق لان دي مارشال وانتد تو تيست هيم، اللي هي الاجابه ايه؟ اثنين، which statement is correct، اي هذه العبارات هي العباره الصحيحه؟ يا ترى راسندل wanted the poor people to see that their king trusted them، راسندل لما اصر انه يدخل المدينه القديمه لوحده كان كل هدفه انه يوري الناس دي ان ملكها بيحبها ويثق فيها. ولا انتوانيت told everyone that راسندل wasn't، ولا انتوانيت قالت للناس ان راسندل مش هو الملك. ولا فريدز was pleased that راسندل، ولا فريدز كان مبسوط ان راسندل هيركب المدينه القديمه لوحده. ولا سابس position wouldn't be difficult، ولان مكانه سبت مش هتبقى في موقف صعب لو الملك اللي هو راسندل طبعا ذا بريتندنت كينج واز كيلد، تم قتله في المدينه القديمه. طبعا العباره الصحيحه هي ان راسندل وانتد ذا بور، راسندل لما اصر يدخل المدينه القديمه لوحده كان كل همه ان يثبت للفقراء انه الملك بتاعهم بيعتني بيهم. في الثالثه، في رقم ثلاثة بيقول لك ايه؟ ذا ريل كينج واز سبوست تو، الملك الحقيقي المفترض منه انه يعمل ايه؟ يا ترى improve راسندلز ايمج، انه يحسن او يطور من صوره راسندل. جيف ذا كراون تو مايكل، يدي العرش لمايكل. ولا بانش راسندل، انه هيعاقب راسندل. ولا ماري برنسيس فلافيا، يتزوج الاميره فلافيا. طبعا كان مفترض بعد التتويج بيتم زواج الاميره من الملك الجديد. راسندل ان زابت نيدد ايه بقى تو ليف ذا سيتي، راسندل وسابت علشان يغادروا المدينه محتاجين كانوا ايه؟ تو تيل ذا كينج، يقولوا الملك. ولا تو جيت ا بيرميت فروم ديوك مايكل، ياخدوا اذن من الدوق. ولا ا بيرميت بس، مجرد ان هم ياخدوا اذن تمام. ولا تيك فريدز، طبعا هم محتاجين عشان يقدروا يغادروا المدينه محتاجين ا بيرميت. البيرميت ده المفروض بيتاخد من الكينج طبعا مش من الدوق، واحنا عارفين الحكايه بتاعت توقيع البيرميت من زابت، لان راسندل طبعا قال له انا صحيح اشبه الملك لكن ايدي مش بتكتب زي. في الجمله الخامسه، which statement is not correct، من شويه كنا بنقول لك ايه؟ هي عباره في دوله صحيحه، بنقول لك انا هي عباره ليست صحيحه. ايه العباره في دوله هي التي ليست صحيحه؟ نقرا خمسه، فريدز ليفت ذا سيتي ثرو ا سيكريت باسج، فريدز مشي من ممر سري. ولا زابت هاد تو كوبي ذا كينجز سيجنتشر، زابت كان عليه ان هو يقلد او ينسخ توقيع الملك. ولا زابت اند راسندل وينت باك تو ذا هانتنج لودج، زابت وراسندل رجعوا للهانتنج لودج. ولا الجمله رقم سته، قصدي الجمله الاختيار دي، ذا جيرلز فادر شودنت هاف ليفت ذا جيت، ما كانش يتحتم على الحارس بتاع الغرفه بتاع قصدي البوابه ان هو يسيبها. طبعا الجمله الخطا في دول كلهم هي ان فريدز ليفت ذا سيتي ثرو ا سيكريت باسج، ان فريدز ساب المدينه من خلال ممر السري، ده ما حصلش خالص. All is well، كله تمام. ايه مدلول الجمله ده هي؟ طبعا الجمله دي قالها ماكس هوف لما هو ومايكل كانوا رايحين زندا علشان يتاكدوا من المعلومه اللي وصلت لهم من رجالتهم ان الملك تحت ايدينا. يا ترى جوزيف واز كدنابد، ان جوزيف تم خطفه. ولا ذا كينج واز كدنابد، ان الملك تم خطفه. ولا ذا كينج واز كيلد، ان الملك قتل. ولا مايكل نيو ذا تروث، ان مايكل يعرف الحقيقه. طبعا ان ذا كينج واز كدنابد، الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. نروح للجمله رقم سبعه في تشوز، ودي على الفصل الثالث. في رقم سبعه بنفكرك بماكس هوف، فاكر ماكس هوف؟ ماكس هوف ده واحد من رجاله مايكل لكنه مش من السته المعدودين. ماكس هو كان من الخدم، يعني ارقى شويه من جوهان، هو اخو جوهان على فكره، اشقى شويه من جوهان لكنه ليس من السته المعدودين. ماكس هوف واز، ماكس هوف كان ايه؟ وان اوف زابتس لويال من، واحد من رجاله زابت اللي هم عندهم ولاء ليه. ذا
traveling back to England, كان راجع لإنجلترا. ولا جوهانز براذر أخو جوهان. ولا the one who tried to shoot راسنديل in the fog, ولا اللي حاول يقتل مايكل يقتل راسنديل في تقاطع الطرق في الغابة, طبعا كان جوهانز براذر أخو جوهان. When they returned to the hunting lodge, لما رجعوا للهانتنج لودج, طبعا هنا زي عايدة على راسنديل وزابت, زي هنا عايدة على راسنديل وزابت. يا ترى راسنديل told زابت that the king was poisoned, قال للملك ان راسنديل قال لزابت ان الملك اتسم, ولا راسنديل told زابت that Joseph was killed, جوزيف اتقتل, طبعا هنا بيتكلم راسنديل قال لزابت, ولا سي زابت told راسنديل that Joseph was killed, زابت هو اللي قال لراسنديل ان جوزيف اتقتل, ولا راسنديل and زابت. So Duke's men carrying the king's body, شافوا هما الاثنين الدوق بيحمل جسد الملك, طبعا لقى الإجابة الصحيحة هي B. راسنديل told زابت that Joseph was killed. 9. جوهان's mother, أم جوهان, مالها أم جوهان, مالها أم جوهان, يا ترى tore the king's clothes, قطعت هدوم الملك, didn't reveal any secrets to Duke Michael, ما سربتش السر للدوق, ولا was loyal to the king, كان عندها ولا الملك, ولا left the hunting lodge, غادرت ال hunting lodge, طبعا أم جوهان غادرت ال hunting lodge. الارجح طبعا ان اللي ساعدها على المغادره هو رجاله مايكل, اللي ساعدها على المغادره هم رجاله مايكل. تعال نروح للسؤال العاشر والاخير في الفصل الثالث بالنسبه لتشوز. ان ذا هانتنج لودج, في الهانتنج لودج, افتر جوزيف هاد بين فاوند ديد, بعد ما لقوا جثه جوزيف وهو ميت, زابت قال الجمله دي, ذا كينج ويل بي باك ان ذا كابيتال اجين تومورو, الملك سوف يعود الى العاصمه غدا. ايه مدلول الجملة دي؟ This sentence meant ايه بقى؟ He was sure the real king would be back, هو كان متأكد الملك هيرجع, ولا راسنديل had to continue pretending the king, راسنديل لازم يكمل دوره كملك في التظاهر بانه ملك يعني. He would carry the unconscious king to the capital, هيحمل الملك اللي هو فقد الوعي للعاصمة, ولا he was sure that the real king would be set free soon, هيتم تحرير الملك بسرعة. لا طبعا, اللي هو قاله ده بناء على اني راسنديل اللي هي الإجابة بي, راسنديل had to continue pretending to be the king, وهو صرح له بالعبارة دي. تعال نروح لل WH questions أو اللي احنا بنقول عليها critical thinking questions. والسؤال رقم واحد, السؤال رقم واحد بيقول ايه؟ Should Zapt have killed Duke Michael in the fog? Why not? فاكر انت لما كان راسنديل وزابت رايحين علشان يستردوا الملك, وكانوا حاسين ان في حد وراهم, وقفوا في الغابة في تقاطع الطرق, ولاحظوا ان ماكس هوف جاي هو ومايكل. طبعا كان في فرصه متاحه جدا ساعتها ان زابت ممكن يقتل الدوق. طب ليه ما قتلوش؟ بنقول بيكوز, طبعا هنا هو بنقول هل هنا كان لازم يقتله؟ لا طبعا, نو هي شودنت. ليه بقى؟ بيكوز ذس وودنت او ات وودنت هاف هيلب ذا كينج ات ذا تايم, ده ما كانش هيخدم الملك تماما, لان انتل ناو ذي دونت نو اف ذا كينج از ستيل ان ذا هانتنج لودج اور اني وير ايلس, انه لحد دلوقتي ما كانوش عارفين لانه ما كانوش لسه وصل. Was it right decision for the Duke's men? هل كان قرار صائب بالنسبة لرجال الدوق to kill Joseph, إن هم يقتلوا جوزيف؟ Why not؟ إن هم يقتلوا جوزيف, كان ده قرار صائب؟ هنقول no it wasn't. ليه بقى؟ It was unfair. ده كان غير عادل. شيء غير عادل. ليه بقى؟ لأن جوزيف did nothing wrong, ما كانش عمل لهم حاجة تضرهم. Why do you think no one could leave the country without a permit from the king? ليه ما كانش اي حد يقدر يغادر المدينه من غير ما يبقى عنده اذن من الملك؟ Perhaps it was a protective measure to keep the country and its people safe. ده طبعا كان اتجاه او اجراء وقائي علشان يحموا المدينه. In your opinion, في السؤال رقم 4, could Fritz have accompanied Rasendil to the hunting lodge instead of Zapt? هل كان فريدز ممكن يروح مع راسنديل للهانتنج لودج, فريدز يروح بدل من زابت؟ طبعا no, I don't think so. ليه بقى؟ فريدز was not as smart as Zapt, ما كانش في ذكاء زابت, ولذلك if they met anything unexpected, طبعا فريدز ما كانش هيبقى تصرفه زي تصرف زابت. 5, what if the two teams, ايه اللي كان ممكن يحصل لو الفريقين, طبعا الفريقين هنا هو زابت وراسنديل من ناحية versus ماكس ومايكل من ناحية تانية, went together to the hunting lodge, هما الاثنين راحوا للهانتنج لودج, يعني خدوا نفس الاتجاه, طبعا there could be a fight for the life of the king, كان هيبقى في قتال من اجل ايه؟ حياه الملك, هما هيتقاتلوا مع بعض, وده برضه هيأثر على ممكن طبعا لازم حد فيهم هيموت الثاني. 6,
Why do you think that the real king made that secret passage؟ ليه الملك، طبعا هنا اللي عمل ده الملك الأب مش الملك الموجود حاليا، ليه عمل السيكريت باسج؟ ليه بقى؟ Perhaps because people didn't like him and he had many enemies، كان ممكن يكون له أعداء كتيرة. So he needed a way to escape if there was danger، لو كان فيه خطر. سؤال السابع، Why do you think that Sabt was horrified؟ ليه تعتقد إن Sabt حصل له رعب؟ That the real king might have been killed، إن الملك حاليا ممكن يكون قتل. Before he become sure that Joseph became sure it was Joseph's body، قبل ما يتأكد ان اللي حصل ده جوزيف. ليه؟ لأكثر من حاجة، ممكن نقول Zabt loved the king so much that he didn't want anything bad to happen to him، كان بيحبه جدا ومش عايز أي حاجة سيئة تحصل له. وحاجة تاني، حاجة تاني، he knew that Michael's men were murderers and wouldn't hesitate to kill him، ما كانوش هترددوا في قتله. الحاجة الأهم من ده كله إن if the real king was killed this means that Michael would get the crown easily. وبكده إن شاء الله نبقى انهينا الفيديو الأولاني لحل أسئلة موقع الوزارة لقصة The Prisoner of Zinda، تناولنا chapter 1 chapter 2 chapter 3، وإن شاء الله إلى لقاء في الفيديو التالي مع الفصول الثلاثة المتبقية حسب منهجك السنة دي 2020 الفصل 4 و5 و6. السلام عليكم ورحمة الله، كان معكم مستر يوسف عزت معلم خبير اللغة الإنجليزية بمدرسة الشماء الثانوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.